والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. معكم اسلام اشرف في فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون حقيقة ظهور كريستيانو رونالدو في برنامج رامز نيفر اند في رمضان 2023. طبعا كلنا سمعنا اخر فترة لما رامز نزل التتر بتاع البرنامج، كله طلع ويقول ان كريستيانو رونالدو هيكون في مقلب رامز نيفر اند السنة دي، والسبب لان كريستيانو طبعا بيلعب في النصر السعودي وهو في السعودية، والمقلب كمان اتعمل في السعودية. فطبعا كله بقى ايه فضل يزيط ويقولك اكيد هيعمل مقلب في كريستيانو رونالدو. فيلا بينا نعرف حقيقة الموضوع ده. بس قبل ما نبدأ اي حاجة، ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وتعمل لايك للفيديو. عايزين نوصل الفيديو ده ل100 لايك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول. ومن غير كلام كتير يلا بينا نخش في فيديو النهاردة على طول. لحد دلوقتي كلها توقعات ان كريستيانو رونالدو هيكون ضيف مقلب رامز جلال، ومفيش اي خبر رسمي بالموضوع، وحتى في البرومو مظهرش، وان رامز جلال بيعتمد على السرية في كل البرامج بتاعته. والموضوع منتشر من ساعة ما نزل البوستر الرسمي للبرنامج، وكله طلع يقول ان كريستيانو رونالدو هيطلع في حلقة من حلقات برنامج رامز جلال في 2023. بس من رأيي الموضوع مستبعد نهائي ان كريستيانو يظهر في برامج مقالب، وزي ما احنا عارفين ان رامز بيعمل حاجات محدش يتوقعها، زي ما جاب شاروخان في البرنامج، والحلقة دي طبعا انتشرت جدا، والبرنامج انتشر بطريقة رهيبة جدا، وطبعا جاب فان دام ان هو ينفذ له البرنامج كله. بس حاليا مفيش اي قرار مؤكد ان كريستيانو رونالدو هيطلع في برنامج رامز جلال الجديد، ولو في اي اخبار جديدة هنزلها لكم اول باول. ولو وصلت لحد هنا ما تنساش تذكر الله وصلى على النبي افضل الصلاه والسلام، تعمل لايك للفيديو وتثبت لنفسك في كومنت يشجعني استمر تحت في الفيديوهات دي اكتر واكتر. اشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد اول باول. ولو عايز تعرف ضيوف حلقات برنامج رامز نيفر اند اول باول قبل ما تنزل على التلفزيون، هتلاقيني بنزلها هنا على القناه قبل ميعاد البرنامج على التلفزيون بساعتين بالظبط. وبس كده هيكون نهاية فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.